الاخيره في الدوري الممتاز. هختار لكم او اقول لكم اسامي اللي هي حراسه المرمى والدفاع وخط الوسط المدافع والمهاجم والمهاجمين. اختاروا لي واحد كده يا استاذ محسن. استاذ شريف بعد اذنكم هتطلع على الشاشه معنا محمد الشناوي الاهلي، محمد صبحي فاركو، الهاني سليمان، محمود جاد. استاذ شريف ماشي اتفضل. محمود جاد انت اخترته عمل ماتش كويس جدا قدام بيراميدز طبعا عشان انت بتتكلم على الاسبوع الاخير يعني. انا بقى الاسبوع الاخير يعني الاسبوع الثامن ومؤجلات من الخامس والسادس والسابع. انا بتكلم على الماتشات الاخيره يعني. لا اخر طيب. اخر اللي هو جمعه وسبت وحد. تمام. خط الدفاع عمل ماتش جيد بنون. تمام. بدر بنون و مين معانا يا جماعه تاني؟ والونش وعلي معلول. الونش لا مش انا شايف ان احمد الشيمي لاعب المقاولين. احمد الشيمي لاعب المقاولين عمل لعبه 10 من نص من اخر الشوط الاول وادى بشكل جيد جدا. تمام. خط الوسط المدافع حمدي فتحي، امام عاشور، ومهند لاشين. يعني افضلهم حمدي فتحي في اخر مش ثلاثه دول حمدي فتحي. تمام. خط وسط الهجوم وليد الكارتي، بيراميدز، اشرف بن شرقي، وبيرسي تاو. اشرف بن شرقي ممكن اشرف جاب جول حلو قوي بصراحه. جولين يعني بتكلم لي على جول اللي هو التشيب ده. اخيرا المدير الفني، انا بتكلم على خط الهجوم، محمد شريف، شادي حسين، وجون ابوكا لابيمبي. شادي حسين عمل ماتش جيد جدا. المدير الفني بقى كابتن حسام حسن، كابتن احمد سامي، كارتيرو، خالد جلال. بنك الاهلي خالد جلال يعني عايز اقول لك من اول الموسم تمام احسن اثنين مدربين خالد جلال وكابتن مدرب فاركو اللي هو كان راس حربة تيمبي مجدي عبد العاطي. رغم انه خسر اربع مباريات لكن كسب اربع مباريات والاربع مباريات اللي خسرهم كان بيأدي بشكل قوي جدا وكان قريب جدا من هو يتعادل او يحقق الفوز. احسن اثنين مدربين من بدايه الموسم لغايه دلوقتي خالد جلال ومجدي عبد العاطي. كنت عايز اتكلم على القوائم الاخرى بالنسبه للمنتخبات لان يعني فيها كلام كتير جدا. بس في قوائم واضحه وفي قوائم فيها يعني الجزائر حلقه ثانيه مهمه جدا بالقوائم وطبعا قوائم مرعبه بالنسبه للجزائر والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال والجزائر طبعا كله المغرب فيها جروب بتاع 10 راجل عندهم بطوله قويه مش زيهاش بس اكيد زيها صحيح. طيب استاذ شريف انا